لحد 25 وكله حلو وربنا ينصركم. هو بيقول عشان عدد المصوتين اللي لهم حق الاداء الراي 4400 تقريبا. عند الكارينا وعلى اللي صوتوا ما تقدرش تحصل الاعداد الا في اخر اليوم. لا التقدير او الكلام ده ما نقدرش نقوله لان احنا في بدايه اليوم في ضغط ماشي في شعور بالوطنيه. نقول لهم الكلمه دي في شعور بالوطنيه من الشعب المصري. رقم كام؟ لا اتفضلي برضه.